قامت الدنيا ولم تقعد، وحقهم الناس كلها ان هم ما يقعدوش. اللي شفناه بسبب او تحديدا الفيديو اللي ملا مواقع التواصل الاجتماعي، مسألة تخدير طفلتين ومحاولة اختطافهم من داخل الاسانسير، حاجة تخض وحاجة تقلق وحاجة توتر. ونقعد نفكر كلنا كأبهات وأمهات إزاي بقى بعد كده العيال تطلع في أسانسير في العمارة، وأنا بقى لازم أفضل قاعد مستني وأسيب شغلي وبتاع. إيه اللي بيحصل؟ الحقيقة الناس كلها قاعدة عمالة بتتكلم، وزي ما بقول لكم كده الدنيا قامت ولم تقعد. إيه السر؟ إيه القصة؟ إيه الحدوتة؟ معانا على التليفون أستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. أهلا بيك يا محمود. اهلا وسهلا بيك استاذ يوسف. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام. ايه قصه اختطاف البنتين من الاسانسير وتخديرهم وحدوته وعنف كمان على البنتين؟ يعني هو كان 4 دقايق من الرعب، فيلم اجنبي زي ما حضرتك قلت، فيديو كان صادم والناس كلها اتخضت. وخلوا بالكم من اولادكم وخاصه البنات في حالات اختطاف، لكن الاكثر صدمه لما تبين ان الاب هو اللي وراء هذه القصة. إيه؟ باختصار الأب هو البطل الرئيسي وراء هذه القصة. أبوهم؟ باختصار شديد الأب منفصل عن الزوجة. بس أنا عندي 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 نقطة بس يا محمود، يعني الراجل اللي في الأسانسير ده أبوهم؟ لا، الراجل اللي في الأسانسير دول اتنين مش 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 أب البنتين، دول اتنين تم تأجيرهم بالمال كمان قبل الأب. يعني أب أجر جوز عشان يخطفوا بناته ويتعاملوا معهم بهذا العنف؟ بهذا العنف وبهذه الوحشية. وحضرتك أكيد شفت الفيديو وشفت إزاي البنات بيتعرضوا لتعدي وضرب وعنف من قبل اتنين كانوا عايزين ينفذوا المأمورية علشان يحصلوا على يعني مبلغ مالي ما تم الاتفاق عليه، لأن هناك خلاف على البنتين من فترة، والأب بيعمل بإحدى الدول العربية، وللأسف كان سبق أنه خد البنتين دول لمدة 4 سنين وسافر بيهم دون علم الزوجة. بعد كده البنتين تعبوا صحيا، رجعوا لوالدتهم تاني من حوالي سنة برضو حاول يكرر هذا الأمر. البنتين واحدة اسمها جنى عندها 14 سنة، الثانية حنين عندها 12 سنة، بنتين صغيرين خالص. يعني الأب بيتواصل معهم تليفونيا إلى حد ما، عرف إن هم طالعين العمارة، هم ساكنين في الدور 11، الاثنين اللي أجرهم عليهم طلعوا السلم، كان الكهرباء قطعة، فضلوا مترصدين البنات قدام الأسانسير، مجرد ما جت الكهرباء والبنتين طلعوا الأسانسير، فتح الأسانسير في الدور 11 لقوا البنات موجودين وحاولوا زي ما حضرتك شفت في الفيديو الصادم الساعة 3 عصرا و4 دقائق تحديدا، قدرت كاميرا المراقبة أن توثق هذه الواقعة، خدروا البنات، الراجل فيهم أحد الأشخاص ارتبك، بدل ما يدوس على رقم 0 عشان ينزل داس على رقم 11 تاني، الأسانسير وقف ما معاش شفرة، كانت ست واقفة في الدور 11 استنجد بيها، قال لها دي البنتين دول عندهم حالة تسمم وإحنا لازم يعني ننزل بيهم بسرعة. حظه سيء ان الست الواقفه دي هي طبيبه، قالت له انا طبيبه، ازاي بنتين عندهم حاله تسمم ومش بيرجعوا ومفيش عمليه قي، فواضح ان الامر ارتبكوا قدامها، قدروا بالفعل انهم ينزلوا، لكن هي استدعت البواب جري وراهم، البنت الصغيره كان وزنها تقيل شويه ما قدروش ياخدوها، خدوا البنت الكبيره وقدروا انهم يهربوا بيها. للاسف البنت سافرت مع والدها خارج البلاد، والأم حاليا يعني بتلاحق الأب قضائيا. يا نهار أبيض، دي قصة ولا في الأفلام. فعلا يا أستاذ، يعني فيلم أجنبي، يعني الأولاد بيدفعوا للأسف فاتورة هذا الخلاف وهذا الصراع، اللي واضح أنه صراع ممتد من سنوات طويلة بين الأب وبين الأم، اللي هي أم لثلاث أطفال من ضمنهم البنتين اللي حصل لهم هذا الحال. إيه ده؟ إيه ده؟ يعني خلاف ما بين زوج وزوجته أو طلقته يؤدي إلى أنه يتخلى عن إنسانيته بالكامل وعن أبوته وهذه العاطفة الغريزية اللي المفروض تكون موجودة جواه، فيسمح بأنه يأجر جوز بلطجية
يعاملوا بناته بهذه الخشونة والعنف ويخدرهم ويعرضهم لهذا الضغط؟ بالفعل اه طبعا، وكانوا البنات تخدروا وكانوا حاملين البنات وبيحاولوا يجروا بيهم، وعمليه كر زي كر وفر بينه وبين البواب والاهالي اللي قدروا ان هم يرجعوا احدى البنات، والبنت الثانيه قدر انه يجري بيها. طبعا الفيديو بعد ما تم تداوله والسيده ما قدمت بلاغ، قدرت الاجهزه الامنيه من خلال الفيديو تحدد هويه الاثنين اللي ظهروا في الفيديو واتقبض عليهم. والنهارده يعني اعترفوا، قالوا ان احنا يعني منفذين فقط لا غير، احنا اخذنا مبلغ مالي، وكان الاب على تواصل معنا تليفونيا حتى تنفيذ العمليه بالكامل تحت اشراف. وهذا الاب يعني، طب ازاي البنت؟ لا بس طبعا هو له حق الولايه في ان هو يعرف ياخد. بالظبط، هو له حق الولايه، ما فيش ما يمنع قانونا ان هي تسافر مع والدها، خاصه ان هو سبق ان البنتين سافروا معاه قبل كده، فعندهم جوازات سفر، فبالتالي ما عندهمش اي مشاكل ان هم يسافروا معاهم ووالدهم في الاول والاخر يعني. حتى تم عرض احدى الصور في البيان اللي اصدرته وزاره الداخليه النهارده، ان البنت بتمشي بمحض ارادتها مع والدها وهي مسافره في المطار، والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا. بس يعني انا اظن انه القضاء سوف ينصف الام، لانه البنات في سن الحضانه. وهي بالفعل يعني هي خدت من سنه تحديدا، خدت حكم بضم حضانه البنات، فبالتالي هتقدم هذا الحكم ويتم ملاحقه الاب. ده بالتاكيد قضائيا. بالتاكيد ان شاء الله استعاده البنت الثانيه لاحضان والدتها ان شاء الله. اكيد لا محاله يعني. انا بشكرك جدا 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 زميلنا العزيز الاستاذ محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع.